السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم فهمني ومع برنامج نصائح. والنهاردة هنتكلم مع بعض عن أهم التوقعات في مادة الكيمياء في الفيديو ده، واسمعني لحد الآخر ممكن تكون نجاتك وتقدر تخلص الكيمياء معايا كلها في التركات اللي هحكيها لك دي. أولا في الباب الأول اللي هو العناصر الانتقالية، الناس تذاكر استخدام واحد لكل عنصر، يعني يجيب لك سؤال لازم استخدام المادة أو استخدام المركب، فاحفظ استخدام واحد لكل مادة من العشرة اللي عندك. لو مش عارف تحفظ العشرة كلهم ركز شوية على الأخرانيين اللي هو الخرصين والنحاس وخصوصا مادة المنجنيز. بالنسبة للمعادلات تخلي بالك إن معادلات تحويلات الحديد من أهم التحويلات ومن أهم المعادلات، وبالتالي إحنا كنا شرحناها عندك ففي فيديوهات في القناة ممكن تيسر لك. لو أنت مش فاضي تسمع فيديوهات أحب أنصحك إنك تخلي بالك من معادلات الحديد مع الأحماض، ركز على معادلات الحديد مع الأحماض، ركز على تفاعل الحديد النقي إنه بيتفاعل مع الحمض المخفف المركز، لكن أكسيد الحديد الثنائي بيتفاعل مع المخفف بس، أكسيد الحديد الثلاثي والمختلط أو المغناطيسي يتفاعل مع المركز فقط. لازم سؤال البارة والضايع، وسؤال البارة والضايع بينزل لك على هيئة إنه يديك مركب. وباختصار كده أي مادة بتكون ضايع بتكون غير ملونة وأي مادة بارة بتكون ملونة. توقعاتنا في الباب الثاني يا شباب إنه لازم ينزل لك على التطاير، وطبعا مسائل التطاير مسائل سهلة، مع إنها سهلة لكن ممكن الطلبة مش بتعرف تحلها. ممكن يربط الباب الثاني بالثالث إزاي؟ تركيز الحمض أو تركيز القاعدة، ويطلب منك البي اتش فتربط بين الباب الثاني والثالث. أهم التعريفات اللي في الباب الثالث يا شباب لازم واحد من التلاتة دول يكون عندك، إما قانون فعل الكتلة، قانون ستوفولد، وقاعدة لوشاتيليه، واحد من التلاتة دول لازم ينزل، فتخلي بالك من التعريفات دي. بالنسبة للباب الرابع أهم التعريفات عندك قانون فاراداي الأول أو الثاني، وتركز على قانون فاراداي الثاني أكتر. بالنسبة لأهم الرسومات عندك رسومات استخلاص الألمونيوم، التجربة دي كلها مهمة والرسمة بتاعتها أهم، أو تنقية النحاس، تركز على تجربة تنقية النحاس وتجربة فاراداي الثاني. بالنسبة للباب الخامس عندنا أربع رسومات، الكشف عن الكربون والهيدروجين في مادة عضوية أدي واحدة، وتحضير غاز الميثان، وتحضير غاز الإيثيلين، وتحضير غاز الأسيتيلين، واحدة من الأربعة دول لازم تجي لك رسم في الامتحان، فتخلي بالكم من الكلام ده. بالنسبة للمعادلات بتاعت الباب الرابع فتركز على ميكانيكية التآكل، اللي هي معادلات صدى أو معادلات ميكانيكية التآكل بتاعت الحديد، ودي مهمة ودي ممكن يربطها بين الرابع والأول، بس ركز على حفظ المعادلات دي كويس. بالنسبة لأهم رسومات الخلايا فتخلي بالك من خلية الليثيوم، رسمة خلية الليثيوم في حالة الشحن أو التفريغ من أهم الرسومات، وكذلك رسمة طريقة الرصاص مهمة جدا في الرسم. تعريف العنصر الانتقالي من التعريفات اللي بتنزل في الباب الأول، وعندنا التلبيد يا شباب، تعريف التلبيد، عملية التلبيد دي عملية مهمة فحاولوا تحفظوها. خلي بالكم شباب تحضير الحديد ما بيتمش غير عن طريق خامة واحدة بس اسمها خامة الهيماتايت، وركزوا يا شباب وانت بتحفظ الخلايا احفظ التفاعل الكلي للخلية، خاصة EMF بتاعتها اللي هو الإيسيل والقوة الدافعة الكهربائية للخلايا، فبتيجي سؤال فيها اختياري، وده سؤال بيكون تركاية في الامتحان اللي عاوز يحل الامتحان كله صح. بالنسبة للطلبة اللي عاوزة تقفل الامتحان ممكن تسأل ايه الابواب اللي بيربط بينها وبين بعض، يربط بين الباب الخامس والباب الثاني عن طريق مسألة في حساب عدد المولات، او يربط بين الباب الاول والثاني عن طريق معادلات الحديد. بالنسبة للكواشف يا شباب، الكواشف بيجي عليها سؤال وربطها بالبي اتش، خلي بالكم من التركات دي. بالنسبة للعلماء فتخلي بالك من ستوفولد لوشاتيليه، وتخلي بالك من ماركنكوف، قاعدة ماركنكوف بالنسبة للباب الخامس قاعدة مهمة جدا. ومن أهم الأسئلة في المعادلات إن هو لازم يجي لك معادلة يكون فيها برومو، خاصة واحد واثنين أو واحد واحد واثنين واثنين رباعي برومو إيثان، تحضير المعادلة دي مهم جدا. بالمقارنات خلي بالك من الخلايا الجلفانية، المقارنات اللي بتكون فيها إيوان. بالنسبة للباب الثاني مسألة على حاصل الإذابة لازم تنزل في الامتحان. الناس اللي سمعت معنا الفيديو ده ياريت تركز على التركات دي والتوقعات دي، إنها توقعات مهمة جدا وهامة للغاية. شكرا لكم على حسن الاستماع،
وتابعونا في فيديوهات قادمة، ومتنسوش تتابعونا في البث خلال النهاردة وبكرة وبعده، في مراجعات هتكون للباب الثالث والرابع والخامس، هتتبث على القناة، فتابعونا في هذه القناة في مراجعات الكيمياء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Open seats, all for the adventure. Dream big, dream big, dream of tomorrow.